السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس التربية الزينية وقصة عبد الرحمن بن عوف. معانا النهاردة فصل بعنوان المستشار المؤتمن. من هو المستشار المؤتمن؟ مستشار أي يؤخذ برأيه، أما كلمة المؤتمن فهو الذي يحفظ. الأمانة هي حفظ مال أو سر أو نفس. طيب، أول حاجة في الفصل ده هنتكلم عن صفات عبد الرحمن بن عوف. يا ترى إيه هي صفات عبد الرحمن بن عوف؟ أول حاجة معايا سعة الأفق، 2 نضوج الرأي، 3 الأمانة على الأسرار والأنفس والأموال. يعني إيه كلمة سعة الأفق؟ شخص عنده تطلع، عنده نظرة ثاقبة واسعة، نضوج الرأي دائما رأيه يكون صائبا، ولذلك كان مستشارا. أما كلمة مؤتمن فلأنه كان أمينا على الأسرار والأنفس والأموال. عبد الرحمن بن عوف ما كانش مستشار بس للرسول، ولكنه كان مستشارا للرسول ولسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر وللخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كان النبي يأخذ برأي عبد الرحمن في المشكلات التي لا يجب أن يطلع أحد عليها ولا يحب أن يطلع أحد عليها، ويأتمنه على كل عزيز وغالي. أما في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فسيدنا أبي بكر لما تولى الخلافة كون مجلس يسمى مجلس الشورى من الصحباء الأجلاء المعروف قدرهم، الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، جمعهم حوله. ليه جمعهم حوالي سيدنا أبي بكر؟ لكي يشاركوه الرأي، فكان سيدنا أبو بكر لا يقضي في أمر من أمور إلا بعد أن يشاورهم، ومن بينهم عبد الرحمن ابن عوف. طيب، يا ترى ايه الامور اللي كان بيشاور فيها عبد الرحمن بن عوف؟ الامور التي استشار فيها عبد الرحمن: اول حاجة ثورة المرتدين، الناس اللي خرجوا عن الاسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ترى احنا هنعمل معاهم ايه؟ ايه كمان؟ الحملات التي أسرع أبي بكر يبعثها لحربهم وردهم إلى الجماعة. سيدنا أبو بكر كان عايز يحارب هؤلاء ويردهم إلى صفوف المسلمين مرة أخرى، فكان يشاور مجلس شورى ومن ضمنهم عبد الرحمن بن عوف. ثالث حاجة تجهيز الجيوش المتجهة إلى بلاد الشام لقتال الروم، يا ترى هنحاربهم إزاي؟ هنقاتلهم إزاي؟ مين يكون قائد للجيش؟ رابع حاجة من يتولى الخلافة من بعد سيدنا أبو بكر. لما حس بقرب أجله وأحس إن هو سوف ينتقل إلى جوار ربه، ففكر في ان المسلمين في عهد الرسول كان حصل اختلاف وفي من يكون الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ففكر سيدنا ابي بكر في امر المسلمين بعد وفاته، فكان من ضمن رأيه ان هو يستشير مجلس شورى في من يتولى الخلافة من بعده، ففكر في مين؟ في سيدنا عمر ابن الخطاب، وكان ممن عرض عليه من فكرة سيدنا عبد الرحمن. طب يا ترى كان رد عبد الرحمن ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف أثنى على سيدنا عمر ابن الخطاب، ولكن كان اعتراضه حاجة بسيطة جدا، يعني هو ما رفضش، ولكن هو كان موافق على سيدنا عمر، إلا أنه هو كان شايف أن سيدنا عمر شديد غليظ على المسلمين، ولكن كان رد سيدنا أبي بكر عليه أن سيدنا عمر كان يقسو في بعض الأمور، لأنه كان يرى سيدنا أبي بكر يلين، فكان يوازن ما بين سيدنا أبي بكر حينما كان يلين كان يشد عمر بن الخطاب، وحينما كان يشد أبي بكر كان يلين عمر بن الخطاب، وكان دوت نوع من أنواع حكمة هؤلاء الصحابة. طيب، سيدنا أبو بكر بعد ما استشار عبد الرحمن واستشار مجلس الشورى عرض الأمر على المسلمين، وكلهم وافقوا على أن يكون سيدنا عمر الخليفة، وبعد ذلك كتب كتاب، هذا الكتاب سمي بكتاب العهد بالخلافة إلى كتب كتاب العهد بالخلافة لسيدنا عمر ابن الخطاب بعد أن يتولى الخلافة بعد سيدنا
أبي بكر الصديق، وده كان فايدة للمسلمين في الوقت ده. ما سبب خوف أبي بكر على مصير المسلمين من بعده؟ خشي أن يختلف المسلمين كما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة، في مكان كانوا اختلفوا فيه في من يتولى الخلافة، هل من الأنصار أو من المهاجرين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يجر ذلك الخلاف بعد اتساع رقعة الإسلام. كمان الأول ما كانش الإسلام متسع، لكن بعد اتساع الإسلام ودخول كثير فيه، فإذا المشكلة هتكون أكبر وأخطر على الإسلام. طيب، ما سبب اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب؟ هنقول لثقته فيه وعلمه به في صحبته الطويلة، حريصا عمر على دين الله شديدا في الحق. طيب، لو جينا اتكلمنا بقى عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختيار عمر لعبد الرحمن بين مجلس شورى، يعني إذا سيدنا عمر مشي على نفس النهج اللي كان ماشي عليه سيدنا أبو بكر، بأنه كون مجلس شورى علشان الخليفة ما ينفردش بالرأي. طيب، ايه بقى كان ابرز الامور اللي استشار عمر بن الخطاب فيها عبد الرحمن؟ اول حاجة استشار فيها، او من اهم الحاجات اللي استشار فيها، في من يتولى قيادة الجيش الى بلاد الفرس في امر الطاعون الذي اصاب الشام. خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختيار عمر لعبد الرحمن بين مجلس شورى، اذا سيدنا عمر بن الخطاب كان يسير على نفس نهج سيدنا ابي بكر في ان هو ما يكونش انفراد بالراي ليه، ولكن كان ليه مجلس شورى، وده اهم مبدا من مبادئ الاسلام وهو مبدا الشورى. طيب، ايه هي من ابرز الامور اللي استشار عمر بن الخطاب فيها عبد الرحمن؟ ابرز الامور اللي استشار فيها عبد الرحمن في من يتولى قياده الجيش الى بلاد الفرس. يعني ايه؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب بيبعث الجيش لفتح بلاد الفرس ونشر الاسلام فيها، فكان سيدنا عمر بياخد رأي المسلمين في من يتولى قيادة هذا الجيش، فاغلب الاراء كانت في ان يتولى الجيش عمر بن الخطاب، هذا الخليفة يقود الجيش الى بلاد الفرس. ولاننا احنا قلنا ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده سعة الأفق، بيمتاز بسعة الأفق، فلذلك عبد الرحمن كان رافض الرأي ده. ليه؟ قال له لما استشاره سيدنا عمر بن الخطاب، ابتدى ان هو يقول له لا، ابعت فيهم قائد خبير، ان انهزم هذا القائد فيبقى انهزم الجيش، ان احتاج القائد مدد من الجيش فانت ترسل لي، إذا احتاج القائد رأي أو مشورة فيرسل إلى الخليفة، ولكن إذا تولى الخليفة قيادة الجيش وقضي على الخليفة، فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيبقى قضي على الإسلام وهيتفرق المسلمين مرة أخرى. وكان رأي عمر بن الخطاب موافق لرأي عبد الرحمن. تاني أمر من الأمور استشاروا في أمر الطاعون الذي أصاب الشام. بلاد الشام بعد الفتوحات ذهب سيدنا عمر لكي ينظم الدولة بعد هذا الفتح، ولكن حينما ذهب سيدنا عمر قابله في الطريق أمراء الجيش وأرادوا أن يبلغوه بأن الطاعون قد أصاب الشام، فوقف سيدنا عمر يأخذ بالرأي، هل يدخل أم لا يدخل الشام؟ فاحتار الأمر ما بين هل يدخل أو ما يدخلش، فأحد لديه آية أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله يسير، أو أن هو تخليه يقدر يقرر هل يدخل الشام أو ما يدخلش. أثناء وقوفه لقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاي في الطريق فقابله، فسيدنا عبد الرحمن سأل يا ترى إيه الحل، فسيدنا عبد الرحمن سأل إيه سبب الخلاف، فسيدنا عمر عرض عليه الأمر، فسيدنا عبد الرحمن أبلغه أن رسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا سمعتم بأرض بها وأنتم في هذه الأرض فلا تخرجوا منها.
تهلل وجه سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع وقال: خزانة ابن عوف الأمين مملوءة علما وأدبا ومالا. طيب أجب عما يأتي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. اعتراض عبد الرحمن على استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب. الإجابة: عبد الرحمن ما اعترضش على استخلاف عمر ولكنه وافق، إذن الإجابة خاطئة. كان عبد الرحمن بن عوف أحد الستة الذين اختارهم عمر لتولي الخلافة من بعده. أيوة، سيدنا عمر بن الخطاب ما حبش أنه هو ينفرد أو أن يكون عادة للخلفاء أن يرشحوا خليفة من بعدهم، فوضع سيدنا عمر بن الخطاب الاختيار ما بين ستة وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف. إذن الإجابة صحيحة لأنه هو كان من ضمن هؤلاء الستة. لم يعترض عبد الرحمن بن عوف على قيادة عمر بن الخطاب لجيش المسلمين المتجه لفارس. لا، الإجابة غلط، سيدنا عبد الرحمن اعترض. ماذا كان الرسول يأتمن عبد الرحمن بن عوف على كل عزيز لديه؟ لأنه عرف بسعة الأفق ونضوج الرأي والأمانة على الأسرار والأنفس والأموال. خزانة ابن عوف الأمين مملوءة علما وأدبا ومالا. من قائل هذه العبارة ومتى قالها؟ قائل هذه العبارة هو سيدنا عمر بن الخطاب، وقد قالها حين سمع بالطاعون في الشام، وقد كان ذاهبا إليه لينظم أموره، فاحتار أيدخل الشام أم لا، واحتاج إلى سند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عبد الرحمن بن عوف فاستشاروه، فذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. شكرا على حسن استماعكم، مع تحيات أسرة التربية الدينية الإسلامية.